طبعاً هيدا الشيء اللي صار معك منه موضوع سهل أبداً. خبرنا كيف واجهت هالموضوع وشو العوائق اللي انحطت قدامك؟ لا، واجهت الموضوع بطريقة فينا نقول سلبية، لأنه على عمر 5 سنين 7 سنين بلشت الموضوع التنمر. فأنا كأنا بعتبر حالي عشت أو خلقت بلا أجر، لأنه ماني ذاكر أجري. يعني كنت طفل 3 سنين. نعم. فأكيد ما بس العالم تذكر. وأنا كنت عم جرب أتقبل حالي، والعالم ما كانت بوقتها كانت عم تتقبل. فالعائق كان أكيد التنمر، وواجهت يعني أسوأ أنواع التنمر من على السوشيال ميديا، التنمر اللفظي، وحتى كمان تنمر البصري. بدي أسألك، لكل إنسان نقطة تحول، متى إرز قال أنا الآن بدي أكون متحول لحاجة مهمة أجعل لنفسي برواز أكون أنا معروف فيها؟ صراحة على عمر 7 سنين وقت كنت عم بدرس ولقيت في بدلة بيضة، سألت بي هيدي البدلة البيضة شو هي؟ قال لي هيدي لمبارزة الشيش. قلت له حابب جرب، فدلني على محل وبلشت التدريب. قال لي يمكن يكون صعب. قلت له لازم أتحدى حالي، لأنه لازم أتقبل حالي، وكل ما أتحدى حالي كل ما أتطور بالحياة. يعني بعمر صغير 7 سنين بلشت مبارزة الشيش. بلشت طبعا مبارزة. رياضة غريبة من نوعها، أنا ما هواية عندي خبرة فيها، شو اللي خلاك تختارها يعني؟ مبارزة الشيش معروف عنا أنه بتتطلب قدرة عالية كتير من الإجرين، فكثير عالم تستغرب أنه أنا بأجر ونص. كيف حلو التحدي والإرادة، 100% أنه ردت تثبت للكل أني قدها وقدود. بالأجر الوحيدة يلي عندي إياها لازم حول هيدا النقطة لنقطة إيجابية. فقررت المبارزة الشيش لأنه بتتحدي حالك وبتتحدي بتتحدي الآخر. طيب إمتى كمان صرت تمارس رياضة الركض؟ وأي واحدة من الاثنين بتحبها أكثر؟ أي رياضة أكثر بتحبها؟ هلا ضليت مسيرتي بمبارزة الشيش لحدود 10 سنين، يعني من 2 سنين أنا وقفت كرمال تحط أهداف جديدة وأقوى على حالي، وكرمال تحط جول قوي وتشالنج يكون أقوى. فقلت خليني أعمل ريسيرش، شو فيني بعد صعب المهمة على حالي أكثر تأستكشف قدي أنا عندي قدرات بعد. لأنه الفرق وأي أحسن بالنسبة إلي وفيه تشالنج أكثر الركض، لأنه بالمبارزة في عندك قدرة كتير كبيرة على الإجرين، بس كمان لازم يكون عندك قدرة بالإيدين. بالركض كله محوره الإجرين. فمن بعد الإنجازات والميداليات يلي ربحتهم كنت أنا الوحيد بالعالم، رغم البتر يلي عندي إياه كنت نافس أشخاص ما عندهم لا بتر ولا كيس. أرز يعني أكيد استلمت ميداليات كثير وربحتها، بس أكيد في واحدة منهم كانت قريبة وحبيبة لك، أي واحدة في هذه الميداليات؟ بالنسبة لي الميدالية هي مجرد حديد. الميدالية المعنوية يلي ربحتها هي تقبل الناس لإلي، دعمهم إلي، حبهم إلي، وهذا كانت من المباراة الصعبة اللي واجهتها، ولكن قدرت أربحها. وهلأ أنا الموتيفيشن الأكبر إلي هو العالم ومحبة العالم، وكيف بتضلها معي بوزيتيف بتخليني أتقدم لقدام على السوشيال ميديا.